ونذهب إلى ذاكرة مكان مقهى الأدباء في البصرة، بيت بصري قديم بكل ما يحتويه من جدران سقوف وعريكات خشبية، يقبع في زقاق بصري ضيق عند قلب سوق العشار النابض بالحركة. اجتمع به أصحاب الفكر والشعر والقلم، حيث تشتم ريحة الماضي في كل ركن من أركان هذا المقهى. مراسلنا أحمد نجم، مراسل ظهيرة الجمعة، جلس في هذا المقهى وحاور رواده وعاد لنا من البصرة بهذا التقرير. شاي وسجائر وشعر، هنا وسط كل هذا التراث يجد أدباء البصرة ظالة وقتهم. إنه مقهى الأدباء، مقهى هو في الحقيقة جانب من بيت بصري تراثي هجره أهله فاحتضن تأريخه مقهى تراثي. يعني قبل السقوط يعني كان هناك أكثر من مقهى، يعني هناك أكثر من مقهى، أكثر من قازينو مثلا، ابتداء من مقهى بدر أو قازينو بدر مثلا، مقهى الدكة، مقهى صلاح. بعد السقوط يعني عام 2003 يعني كان الأدباء يبحث، وتمت حوسمة مقر الاتحاد، راح الأدباء يبحثون عن مكان للتجمع. يعني هذا المكان يمتاز بين وسط المدينة، يعني وسط العشار، أنت تعرف أن الأدباء مزارهم العشار، فهذا إضافة إلى كونه يعني مكان تراثي استهوى الأدباء، ويعني ظلوا الأدباء يعني يلتقون هنا. دائما أكو علاقة بين المكان والمكين، لين هذا المكان أصبح أكثر الأدباء مثلا يرتادونه، يعني عن طريق المصادفة، يعني بأكثر من جانب. أنا قلت لك يعني مكان بشيء من التراث، يعني قربه مركز المدينة، يعني ظل الأدباء وأصبح يعني جزء من يعني حقيقة يعني من تعود الأدباء أن يأتون إلى هذا المقهى، إضافة حقيقة لإدارة يعني الخدمية في هذا المكان، يعني أصبحت أشبه بعلاقة يعني حتى بين الأدباء وأصحاب المقهى. تدور الحوارات بين البعض من المثقفين على اختلاف ثقافاتهم هنا، ويستغل البعض الآخر وقت جلسته للقراءة، وبعض يتحدث عن تحول هذا المقهى إلى معرض تشكيلي. مقهى الأدباء تجمع ثقافي يضم عناصر كثيرة من أهالي البصرة، من شعراء أدباء وكتاب قصة ورواية، إضافة إلى الشعراء الشعبيين والتشكيليين، وأنا واحد من العناصر التشكيليين في البصرة. هذه المقهى رغم قدمها لكنه استطاعت أن تجمع أكبر عدد ممكن من مثقفي البصرة. فأسبوعيا نشاط، أما حول الشعر الحر أو القريض المقفى أو أحيانا عن القصة القصيرة. قبل حوالي 3 سنوات حاولنا إحنا مجموعة من الأدباء والفنانين أن نجمع مبلغ من المال من مواردنا الخاصة ونعمل بارتيشنات لتغطية الجدران لأنه قديمة ووسخة، فحاولنا أن نسوي عمل نجارة ونسوي بارتيشنات ونخلي حول الجدران. فأنا واحد من العناصر اللي حاولت أن أقيم معرضين تشكيليين بفترات متفاوتة. هذا هو إقدام، يصنع الشاي وغيره من مشروبات ساخنة في هذا المقهى، في مقهى امتد عمر ارتياده من قبل الأدباء إلى ما يزيد عن عقد من الزمن. هو
والله الطبقات الاجتماعية هنا أحد الأدباء، الكتاب، الشعراء، الصحفيين، الرسامين هنا، ومقى من 10 سنوات هذا صار لي يعني يرسموا، وكل الأدباء هنا يجون ونحب نقدم لهم الخدمة الحلوة وما نريد نخسرهم، لأنه كمجتمع حلو يعني، وما عندهم النوع إساءة لأحد، ما عندهم نوع إساءة شخص مو شيء، هم ناس محترمين يحترمونا ونحترمهم، ولهذا السبب أنا مطول وياهم هنا، صار 10 سنوات هنا يعني، ما فد يوم شفت أحدهم تجاوز علي أو فد يوم شفتهم أحد إساءة أدب الآخرين، كل ما هنالك لقاءاتهم هنا أحد يشوف الثاني على شغلهم على كل شيء يعني، شغلهم الحلو هنا، وإحنا نحب نتواصل وياهم على طول لا يوم ولا يومين، ونتمنى نقضي العمر وياهم. في زقاق عشاري ضيق جدا يقطن هذا المقهى، إنه مقهى لا عنوان له ولا يافط للدلالة، غير أنه وبكل ما فيه مقهى لأدباء البصرة. في جانبي هذا صورة لفنان البصرة فؤاد سالم، وفي الجانب الآخر صورة لشاعر العراق الجواهري، جمعهما دجلة الخير، وجمع هذا المقهى أطيافا متعددة للثقافة البصرية. لبرنامج ظهيرة الجمعة، أحمد النجم، البصرة.